إذن صباح الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف سي في من خلال هذا المباشر. اليوم احنا مع قصة اللي هذه تألم، ربما أنه هذه تكون صدمة بالنسبة للأغلبية ديال المتتبعين من خلال هذا المباشر. الآن احنا مع واحد الشاب حسن اللي ما كانش يتوقع في واحد اليوم انه عايش مع جوج ديال الوالدين، واحد الاب والام ديالو اللي ما هم اللي هما ماشي بيولوجيين، يعني ماشي والد ديال الحقيقيين. يعني دوز معهم واحد العمر، يعني منذ منين كان واحد الطفل صغور، يعني كان رضيع ومعهم في المنزل ديالو ديالهم، يعني عايش معهم الاحساس ديال الابن مع الابوين، يعني احساس ديال الانسان بانه ذاك الاب والام ديالو هما يعني والديه حقيقيين. ولكن في اللحظه فاش توفوا الوالدين، هاد الوالدين المربين الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار، الحمد لله انه حسن لقى الدفء ولقى الحضن ولقى يعني التربيه مع هاد الوالدين هادو. ولكن ما كانش يظن بانه بعد الوفاه ديالهم بانه غادي يكون يعني غادي يسمع الصدمه الكبيره في حياته، وهو انه ابن متخلى عليه وتربى، يعني هاد الناس هادو هما اللي رباوه حتى كبر وصل لهذا العمر هذا وخبوا عليه الحقيقة بأنهم ابن متخلى عليه أو ربوه، يعني بعد ما تخلت عليه الأم ديالو في السبيطار. على العموم هنخليو حسن اللي مازال باقي حدود الساعة تيشوف بأنه الحياة ديالو توقفات أو الحياة ديالو تدمرات، ما كانش تيظن في واحد اللحظة غادي يسمع هذه الحقيقة اللي ألماتو وصدماته، خصوصا انه الان يعني تيحس بجوج ديال المعاناة، يعني تيحس بجوج ديال الالم، الم فقدان الابوين اللي رباوه اللي توفوا الله يرحمهم، وكذلك الالم ديال انه عرف الحقيقة المرة اللي ما كانش تصورها وتتوقع على البال. سي حسن مرحبا بك، السلام عليكم. الله يبارك فيك، السلام عليكم وعليكم. الله يطول عمرك. بينا يتعاود لنا كيفاش تجاو العائلة ديال الأب والأم وعاودوا لك، يعني بأنك كنتي في السبيطار دخلات عليك الأم ديالك، تفضل. أنا عمري ما عرفت راسي واش مربي، حتى نهار وصلت السن 35 سنة في العمر ديالي، حتى تزوجت ولدت وليداتي، عمر والديا اللي كانوا مربين عمرهم ما قالوا لي الحقيقة، حتى تسربت الأخبار من عند العائلة وقالوا لي اللي كاين اللي كاين، وفي نهار فسقت الأخبار بقى فيا الحال. بقى فيها الحال علاش والديا اللي مربيني ما قالوا ليش انه راه مربي وكذا، بقى فيها الحال بزاف. وهذاك الشيء تصدمت، هاد الصدمه هاجي وانا ما فهاد الساعه محتاج نشوف والديا، محتاج نشوف ولا نشوف الام ديالي والاب ديالي والاخوان ديالي، وعرفت انا الحقيقه ديالي ونعرف العائله ديالي وعرفت انا الاصل ديالي حتى انا منين، لان دابا في هاد اللحظه هي تعيش دابا الوحدانيه، تعيش بوحدي عندي كاين العائله تاع والدي انا مربي، تنمشي عندهم بعض المرات في الموقف، تنمشي عندهم وتريح معاهم، واني ماشي بحال العائله ديالك الحقيقيه، انا محتاج نشوف عائلتي الحقيقيه. تاع الناس تا هما داروا فيها خير، رباوني الحمد لله، ما خلاوش من جهدهم، من كذبوا على الله، ما خاصش ننسى خيرهم، واني انا محتاج نشوف العائله ديالي الحقيقيه، محتاج نشوفها، وتنتمنى من الله الا كانت العائله ديال الحقيقيه تشوفني تلتحق بيا وتشوفني، ولا كانت الام تشوفني تنقول لها ما ظلم المراه، راه الوالده راه ام مشيت حنا بغيت هي نشوفك الوالده يوجه الله ترضي عليا وصافي، هادشي اللي بغيت امي نمشي. نعم، تحكي لنا كيفاش هاد الناس هادو، قلت لي بانك كنتي هاد الوالدين الله يرحمهم ويوسع عليهم، كنتي يعني تخلت عليك الام ديالك، تفضل يعني قربنا من الصوره باش نقدروا نساعدوك ونساعدك المتتبعين. على حساب هادشي اللي تيعاودوا لي العائله وتسمع من الناس، لان الوالده كانت خلاتني في السبيطار وكان عطاتني واحد السيده سميتها الله مباركه، هادشي اللي تيقول العلم لله، انا ما هادشي ما فراسيش انا ما، وخلاتني باقي صغير باقي تربيه، هادشي تريت في تاريخ 1986 في التاريخ فاش تزاديت انايا، صافي هادشي اللي عطا الله. نعم، خلاتك في السبيطار ديك الساعة، وكيفاش هاد المباركة كيفاش تجاو هاد الناس هادو وخداوكم عندها؟ اش نقول لك، ما عرفتش الحقيقة الآن، دابا الآن ما عرفتش الحقيقة، هادشي اللي عارف أنا قلت لكم شي حاجة أخرى. وما حاولوش أنك يقربوك من الأم ديالك، يعني منين منطقة بلاصة كاينة فيها هي؟ لا، كنا سمعت واحد الأخبار تاع الدكتور أنهم كان جا واحد المدة سولو عليا،
كان واحد المده سولوا عليا وقالوا لهم شي ناس انهم راه هاد الولد راه توفى الله يرحمه وانا حي ارزق. وبقى في الحافه اسمها الهضره هادي سمعتها من شي ناس بلا كاع ما نسميهم بلا ما نقول شكون هما. يعني كانت مبادرة ديال الأم ديالك بأن البيولوجيا يعني قلبت عليك باش تصل الرحم معك، ولكن تصدمت بأنه قالوا لها بأنك أنت توفيتي. انا شي اسمع ماشي المهم كان قالوا لي راه جاو شي ناس سولوا عليك وانا ما عرفتهمش واش ما عرفتش واش الام ديالي ولا هذيك السيده اللي عطاتني. المهم واحد ما جوج الناس هما اللي كانوا جاو سولوا وانا شي ما فراسي انا تا تجواش وكبرت واللي عطى الله عطى. نعم السي حسن، يعني كيفاش كانت الحياه ديالك مع الوالدين اللي رباوك، يعني الاب والام ديالك اللي كان رباوك وجابوك هنا للدار وكبروك صراحة كانوا كانت الحياة معاهم بخير وعلى خير مع سميتو مع الوالد محمد البيار والوالدة زعفان زهراء الحمد لله ما كانش مخليوني بلاش قراوني رباوني طلعوا فيا مزيان صراحة. وإني كنت دائما تعيش هذيك الوحدانية بلا أخ بلا أخت كنت دائما عايش حياتي بحال تكون دائما سعيد ماشي حياتي دائما دوزتها فرحان وفرحان وما فرحان دائما تنحس بواحد القلق دائما دائما تنحس بواحد الملل علاش انا ما عنديش خوتي علاش علاش علاش. وان الصدمه القويه هي فاش نهار سقط الاخبار شاهدين الاخبار من العائله والاشاعات كانت تقول الناس وما صدقتهمش صدمت بزاف صراحه صدمت بزاف بزاف. ان هاد العائله ديال الاب والام ما حاولوش يساعدوك ما حاولوش انهم يعطوك معلومات اكثر باش انك تقدر تلقى الام ديالك الحقيقيه، ما حاولوش انهم يعني يوجهوك يقول لك راه كاينه في هذا المكان ولا هذا في المكان. تفضل. اش نقول لك اسيدي كانوا عيطوا ليا العائله ديالي كانوا عيطوا العائله ديالي وقالوا لي راه بنت تصلك مع امك وكذا كذا. طبعا بقيت نتصل بهم اتصال تليفون واش بان شي ولا ما بان والو صافي تما بقى بان والو. قلت لهم عاش بيتيرو قلت لهم راه الشيء راه بيندفعوا نداء شي برنامج تاع نداء مختفي ولا نشوف شي قناة بين الوجه راسي صافي هادشي اللي عطا الله. لان بنادم مصاد عنده العظم صافي محتاج صافي واحد اللحظة صافي حتى في هاد اللحظة هادي بعدا محتاج نشوف بعدا الأم ديالي انا محتاج صراحة ما نكذبش عليك. نعم ما نكذبش عليك. نعم حسن، واش انت في نظرك تقدر الأم ديالك تكون تشوف هاد المباشر هذا، واش تقدر انها تتعرف عليك واخا تشوفك هكا في المباشر؟ تنتمنى من الله سبحانه وتعالى الكريم الام ديالي تكون تشوفني في هذه اللحظه هادي. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى الكريم تكون تشوفني في هذه اللحظه هادي. والام ديالي تنقول الام ديالي راه بغيت ما بغيت منك انا امي ما والو بغيت نشوفك لوجه الله وترضي عليا ونشوفك امي تمشي لوجه الله ونتعرف العائله ديالي هادشي اللي بغيت امي تمشي وكافي. نعم نعم، يعني دروك كيفاش الحياه ديالك دروك الله يحسن العوان، فقدتي الوالدين اللي كانوا مربينك، انت في صدمه اخرى جديده، يعني كيفاش تعيش الحياه ديك في ظل هذا الشيء كل شيء اخويا حسن؟ واش نقول لك الله اللي مطلع الله اللي معنا مطلع بهذا الشيء لا اله الا الله. تعيش واحد الحياه شويه صعبه شويه نعم. صعبه شويه الحمد لله لانه كاع مع كثرة المشاكل وصافي توقفت انا كاع العمل ديالي لان تنخدم المهنه ديالي خياط تصنيعي خياط ندير شي تروتوش وهذا الشيء تروتوش وهاد الساعة وقفت الساعة لأن كثرت المشاكل صافي مبقيتش قدرت نخدم صافي لأن المهنة تاع الخياطة شوية مهنة عصبية شوية إلا ما كانش عندك الخاطر راه ماغاش تريح تخدم فيها. هاد الساعة الآن دابا موقف دابا الآلة دابا راهي الآلة راه كاينة تحت واقفة دابا الآن دابا قطع الخياطة موقفة لأن عندي شي مشاكل مع مرشي بلا ما نعم. نزيد في الباب. ما شاء الله، والامل ديالك هو انه تشوف الام ديالك وتجي عندك ولا انك تمشي عندها؟ مرحبا بها انا يا جلي بتجي مرحبا بها. الا كانت تشوفني امي تنقول لها الا كانت تشوفني الوالده وبتجي عندي مرحبا بك وانا مرتي امي نمشي ها هي نفتح عليك 06 42 64 90 31 والعنوان ديال الوالده هو عرس الحوتات طريق بين العراسي رقم 5 مكرر. الا جيتي قال الحومه اللي سولتي قول لهم يحسن الخياط راه غيجيبوك حتى لعندي امي يمشي ان شاء الله ان شاء الله تنتمنى. الا كاع نعم السي حسن، الا كاع مثلا ما عرفتش امي يمشي العلوه ولا شي حاجه راه التليفون امي يمشي اتصلي بيا
الا بغيتي كاع تجي عندي اتصلي بيا ونجي عندك مهمتي ونشوفك مهمتي لوجه الله. هادشي اللي كاين هو بنت انا بنت تعرف عليك وبالعرف انا الاصل ديالي وانت هاد الناس اللي كانوا مربيين حتى هما راه شلوح الحمد لله الله يعمر هذا شلوح من اقليم توكا الوالد من اقليم توكا والوالده من اقليم من تانوز وانت انا بتعرف الاصل ديالي حتى الحمد لله ونتعرف على شي اخوان اللي كانوا عندي ماشي نعم الا عندك شي خوتك نعم انا بنعرف لان بنادم عايش راه 35 سنه في العمر تبارك الله عايش عايش الوحدانيه بوحدك ما كاينه معنى ما شاء الله صوب الله الكريم وصوب. ان شاء الله يكون خير حسن. اذا كما تابعتوا معنا متتبعينا وللاسف حسن اليوم الصدمه كانت صدمتين يعني الصدمه الاولى بعد ما انه فرق الابوين يعني اللي رباه وكانوا يعني هما اللي كانوا في جنبه فاش كانت باقيه يعني لطفل رضيع باقي يعني كما تنقول الحيمه في السبيطار فاش تسلموه ويعني وقفوا بجنبه والحمد لله رباه تربيه حسنه حتى انه كبر والحمد لله ولا بكتافه ولا صنايعي الحمد لله بحرفه ديالو. ولكن هو اللي المو هو انه هاد الابوين يعني اللي خباو عليه الحقيقه المره وهو انه هو ابن متخلى عليه انه مربي للاسف اليوم ولا حسن تقلب على الام ديالو باي طريقه باي شتى الطرق خصوصا انه حسن الحدود الساعه ما عرفش ما عندوش حتى شي صوره نعم ميساج للناس اللي شي يعرف امي ولا شي اللي يقدر يساعدني ما يكرهش لان راه هذه الساعه هذه راه ما كاين ما عندي سوى الله سبحانه وتعالى الكريم وهاد الوجوه هاد الحباب هادو بحال هكا اللي جاو عندي ودخلوا عندي وصوروا هادشي تنشكرهم بزاف تنشكر كل الناس اللي تعاونوا معايا وساعدوني هذا واجب السي حسن هذا واجب تنتمناو انهم المغاربه يساعدوك من خلال هذا المباشر هذا وبارطاجوا قدر الامكان تنتمناكم انكم تبارطاجوا قدر الامكان لانه الانسان الاحساس ديال الابوه يعني الاحساس ديال انه يكون عندك والدين راه احساس راه صعيب جدا فبالاحرى انك من تتعرف الحقيقه والحقيقه اللي ما تتكون صادمه بالنسبه لاي انسان كيف ما كان نوعه راه تعيش العذاب مضاعف ونقولوا بانه يقدر انه هادشي تاثر ليه لانه لدرجه انه حسن ولا هادشي تاثر ليه على العمل ديالو ما بقاش يقدر يخدم ولا الهم ديالو ولا يعني التفكير ديالو كله هو انه كيفاش يلقى الام ديالو وصل له مثلا فكر امي تلعب كي صار مثلا تمتي بيجي يجي الناس صراحه ما نكذبش عليك تنفكر الام ديالي تبقى تلبكي صافي بحال شي دري صغير صافي تنفكر الام ديالي صافي تبقى صافي نهار قالوا لي اللي كان صافي ما بقيش صافي تنفكر الام ديالي تقول لي بحال شي دري صغير صافي ما بقاش يجيني الناس تنقول تنتمنى من الله سبحانه وتعالى كان في هذيك اللحظه وكانوا ولو تبان الام ديالي هي نشوفها في وجهها وتنتمنى من الله نشوف الام ديالي تنتمنى من الله سبحانه وتعالى الكريم يحقق لي الامنيه ديالي الامنيه ان شاء الله باذن الله وتنتمنى من الله الله يجعل خير والله يصاوب الجميع والله يرفعني هذا الوباء هذا اللهم امين حنا كذلك تنتمنى لان مضطر لان جميع الصناعيه في هذا الوقت راه مضطرين منهم لي انايا شحال من صناعي دابا مريح دابا بحالي المهنه تاع الخياطه راهي مريح في هذا الوقت تاع كورونا ما كاين ما يدار حنا مريحين وتوجه امر الله سبحانه وتعالى الكريم والله ينصر سيدنا دابا يفرجها الله ان شاء الله السي حسن تنتمنى انكم تساعدوا اليوم حسن قدر الامكان بارطاجيو باش الرساله توصل لنا خصوصا ان ما عنده لا صوره ما عنده لا معلومات على الام ديالو تنتمنى انها تكون الام ديالو الحقيقيه تكون تشوف هذا المباشر هذا وانه تصل الرحم ما حسن الرقم الهاتف متوفر من خلال هذا المباشر اليوم حسن تيقلب على الام ديالو البيولوجيه يعني الحقيقيه باش انه يوصل مع الرحم ويشوف خوتو الا كان عنده خوتو بطبيعه الحال في قيد الحياه يعني باش يوصل معهم الرحم ويتعرف عليهم نتمنى انكم صادقا تساعدوا حسن من خلال هذا المباشر هذا واننا نفرحوا ويفرح هو ونفرحوا معاه جميعا ان شاء الله في لقاء اخر ان شاء الله وقليلا نشكركم شكرا لكم وتحياتي لكم متتبعينا من خلال هذا المباشر.